على فكرة السندوتشات والعصير الفريش هنا هايل. معقولة؟ إيه المفاجأة دي؟ أنا بالنسبة لي طبعاً مفاجأة عبقرية، أرجو إنها ما تكونش مفاجأة صادمة بالنسبة ليكي. لا أبداً، دي مفاجأة ظريفة. إذا كان كده أقعد بقى. أنا بقعد طبعاً بصفتي صاحب الشقة اللي أنت رايحاها، وبصفتي كمان خطيبك كده وكده. كويس جدا ان احنا اتقابلنا النهارده في نص الطريق بين مصر واسكندريه. تعرفي ان ده اسلوب كويس؟ اسلوب ايه؟ يعني الناس البعاد سواء في المسافات او سواء في الاماكن او سواء في وجهات النظر يتقابلوا في نص الطريق. الفلسفه دي؟ لا، هندسه. مسافات بقى وابعاد. طب كويس، سندوتشات وصلت الحمد لله. يا ريت بقى زيهم بالظبط للهانم لو سمحت. استنى بعد اذنك. ايه رايك يا هانم؟ العصير برتقان والسندوتشات روز بيف وجبنه. موافقه. اوكي، هات الاوردر لو سمحت. بسم الله بقى على ما يجي الطلب بتاعك. نقول بسم الله. انا بصراحه بقى مش فاهمه ايه الحاجات اللي انت بتعمليها دي. ايه الغريب في اللي انا بعمله؟ يعني واحدة جاية تسكن في شقة اخونا، من الصبح تنظيف وغسيل وكنس ومسح، ونروح للفكهاني ونروح لبتاع الخضار ونروح لبتاع السمك. ايه، اخدة الشقة في البرد، اكل وشرب ونوم واقامة كمان. انت مش فهماني يا نادية. انا من ساعة ما شفت الدكتورة سامية دي وانا حطيتها في دماغي، قلت دي تصلح ان تكون مرات اخونا، فقلت بقى ايه نعملها معاملة خاصة. واول حاجه في المعامله الخاصه الاستقبال. انا بصراحه بقى مش فاهمه منك اي حاجه خالص. اللي انا عايزه اوصله لها بس بطريقه غير مباشره، ان احنا عيله ما تتعوضش. يعني هي لو في نيتها تتجوز اخونا تتجوزه وهي مغمضه عينيها. الله بقى عليها لما تيجي الشقه وتلاقي الفريزر متعمر والتلاجه مليانه وتموين يكفيها اسبوعين ثلاثه لقدام. اكيد بقى ساعتها هتقع في غرامنا وتقول علينا عيله لقطه. برافو عليكي. وطبعا اول ما تيجي تقعد هتحس بايه؟ بالملل والوحده، عشان هي جايه من مكان لمكان ملهاش فيه اصحاب. نقوم احنا داخلين بقى في الموضوع محوطين عليها واخدينها في حضننا، نخرج معاها ونسهر معاها ونعزمها في النادي وتيجي معانا ونروح معاها ونبقى احنا وهي كده عيله واحده. اكيد، وساعتها بقى هتسهلي علينا الجوازه. وفي حاجه بقى مهمه مش لازم ننساها ابدا، الدكتوره ساميه دي يا اختي قاعده في شقه اخوكي بصفتها ايه؟ بصفتها خطيبته. وطبعا الجيران المتطفلين والبواب مش هتفوت عليهم حاجه زي دي، وهيحاولوا يتاكدوا بنفسهم. صح، واكيد بقى هيفضلوا يحذروا ويفزروا ويتقصوا خطيبته ولا مش خطيبته، هو ايه الموضوع بالظبط. طبعا بقى خروجها ودخولنا معاها ومروحها ومجيها معانا هيخليهم يتاكدوا ان هي خطيبته ونقطع الشك باليقين. صح، ده انت عليكي دماغ يا بت يا صفيه ولا الالماز. تعرفي لو الحكايه دي اتعرفت وان هي فعلا مش خطيبته دي ممكن الشقه تروح مننا.